عسلامة. عسلامة حبيبتي، مرحبا بيك. الله يسلمك حبيبتي، والله تعرفوا عليك. ايه، انا منى بوغرة من دولة الجزائر. جيت انا والاستاذة شافية لتنظيم دورة تدريبية في مجال التجميل بدون جراحة. السلام عليكم. بوجلال شافية، مندوب ولائي للجزائر العاصمة براقي، ومندوب للبورد الامريكي المصري بالجزائر العاصمة، وان شاء الله هنا في تونس. جينا نظمنا دورة تدريبية هنا للتجميل بدون جراحة، تشرفنا معرفة الاخوة التوانسة، وان شاء الله يا رب في مشاريع ان شاء الله يا رب لهنا لدورة تدريبية هنا في جمهورية تونس الشقيقة يا رب. اهلا وسهلا بينا عندكم. مرحبا بكم وتحية لاشقائنا في الجزائر الكل. معناها باش تعملوا دورات تكوينية في تونس او باش تحلوا سنتر معناها تدرسوا فيه معناها التجميل بدون جراحة، يعني انجكسيون ديزانجكسيون. اكيد احنا يعني راه في الاكاديمي تاعنا راه قيد الانجاز لتنظيم الدورات، يعني الاخوان التوانسة والجزائريين والليبيين وكل انحاء العالم. شوفي، هو الحقيقة احنا يعني مدربين دوليين برتبة خبير دولي برتبة دكتور دولي في التجميل بدون جراحة. الحاجة اللي حابين نديروها ان شاء الله احنا الجزائريين مع اخوتنا التوانسة باذن الله تعالى والمصريين يعني كمان، حابين نديروا دورات تدريبية هنا في دول عربية، علاه لينا نروحوا الدول أجنبية؟ ماذا بينا احنا ينجبنا العلم وقرينا وتعبنا، ماذا بينا بإذن الله تعالى العلم تاعنا يكون هنا في دول عربية شقيقة. احنا اهنا هنا يندرسوا اهنا هنايا احسن منهم. وحاجة ثانية كمان، ماذا بينا احنا ثاني نجيبوا السياحة؟ ماذا بينا ننظموا دورات سياحية تدريبية بفايدة، فهمتيني؟ ماذا بينا احنا نخدموا الاقتصاد التونسي الجزائري العربي ونظموا دورات باذن الله، كل ما هو جديد نجيبوه لهنا، احنا نروح نجيبوه ما نخليوش الشعب تاعنا هو اللي يروح يجيب. اكيد تدريب، يعني تدريب وسياحه، يتعرفوا على دوله تونس، يتعرفوا على تقاليد التوانسه والسياحه في تونس، يعني ما شاء الله، والله ما شاء الله. وين باش تكون المدرسه هذه؟ ان شاء الله تكون باذن الله في سوسه. سوسه اكيد. شنو هو الشروط يعني نتاع العبيد اللي باش تدخل تدرس عندكم؟ اكيد اللي عندها ميول لهذا المهنه، اللي عندها ميول، اللي حابه تدير بروجي، اللي حابه تستثمر في روحها، يعني تلجا لهذا المجال، يعني لانه مطلوب يعني مش مطلوب اختصاص معين معناها. لا مش مطلوب، اللي عندها ميول تحب هذه المهنه تدخل في هذا المجال. ايوه اكيد. شنو الحاجات اللي تنجم تعملهم لمراه في وجهها كتجميل بدون جراحه مثلا؟ مثلا التقشير الماسي، التقشير الكلاسيكي، البيزوثيرابي، تقنيه الادرا فاسيال، يعني بزاف تقنيات المراه التونسيه والجزائريه تلجا ليهم. ايوه. شوفي، الحاجه الوحيده يعني اللي نركزوا عليها يعني هدف انه احنا ندخلوا التجميل بدون جراحه. وش هو التجميل بدون جراحه؟ هو التجميل اللي ما يحتاجش الجراحه كبيره. ماذا بينا كيما نقولوا احنا نجدوا الشباب للنساء، كيما نقولوا حنايا نجدوا هو الشباب للرجال، يعني اللي كيما نقولوا احنا بفعل ما على باليش انا، عوامل اجتماعيه فعل كبر الانسان بلا ما يكون على باله. احنا ماذا بينا نجدد له البشره، نجدد له خلايا الشعر، نجدد له نشدوها له البشره تاعو بحوايج احنا كيما نقولوا احنا قريناها في الخارج ونجيو ندرسوها لاولادنا هنايا في تونس باذن الله في الجزائر العاصمه. بالنسبة معناها للنساء اللي ما تحبش التدخل الجراحي في التجميل، هذه فرصة يعني باش فرصة باش تكون جميلة بدون جراحة. يعني المرأة التونسية أو الجزائرية اللي عندها استرس، يعني عندها ضغوطات نفسية، يبقى لازم تهتم بروحها. أكيد لازم تهتم بروحها وتحفز الكولاجين وتحفز يعني اللي عندهم تساقط الشعر، اللي عندهم مشاكل كامل تلجأ لهذه التقنية التجميلية. طبعا باش نسألك على عمر اللي المرأة تلتجأ فيه للتجميل بدون جراحة. أكيد. يعني ما نصورش معناها تجيكم طفلة كي عمرها 20 سنة، يعني تحب تعمل حاجات كيما هكايا، أنتم أكيد تنصحوها تقولوا لها ما تستحقش في الوقت هذا. ما تستحقش شوفي يعني المرأة في العمر معين عندها من 30 سنة، يعني 30 سنة تلجأ للتجميل بدون جراحة. اكيد يعني العامل الرسمي لتكسير الكولاجين وتهديم البشره يعني في العمر 30 ما فوق. شنو
شنو رايك انت مدام، عندك فكره اخرى؟ هي على مدى تقدم العمر هي كل وحده يعني عندها بدايه تجاعيد، بدايه نزول البشره، بدايه ترهل، بدايه تقدر تعمل حجام، تقدر تعمل تجميل لا جراحي. وشنو هذه الحالات احنا نحوس نفهموا الناس باللي كل عمر وعنده علاجه، كل عمر وعنده حالاته، كل عمر وعنده تقنياته، مش اي واحد يعني نعملوا له تجميل بدون جراح. كل واحد وكل سن وإله وش خصائصه، وإله يعني كما نقولوا حنا علاجاته في الدومين هذا. معناها نوصلوا لسن معين ما عادش فما معناها حل للسمحني التجميل بدون جراحة؟ يعني احنا وش قلنا؟ قلنا من العمر 30 تبدا المرأة يعني في الترهلات وفي في تحطيم الكولاجين، يعني معناتها المرأة هنا تبدا في التهديم، يبقى تلجأ من هذا العمر تبدا بالاهتمام بنفسها. ولما لا؟ تنجم تتلهي بنفسها على بكري مثلا قبل 30؟ أول حاجة يعني هو سلامها الداخلي، أنها حاجز تحافظ على سلامها الداخلي، تحافظ على الأنوثة نتاعها أكيد. دونك تنصحوا معناها الشباب أنه ينجم ينضم معناها للليكول اللي باش تقريوا فيها؟ بإذن الله، وعلاه ما ننصحوا؟ لا ننصحوا يعني شباب أو بنات. شباب أو بنات بيان سور، هو ديجا ما معناها التجميل بدون جراحة ينجم الراجل يستحق يعني. أكيد أكيد. إيه كان للنساء يعني؟ أكيد شباب وبنات، يعني دوكا أنا في التقدم وجيل التكنولوجيا، ماذا بينا إحنا نساء ورجال، يعني ماذا بينا نساء ورجال يلجؤوا للتجميل. مذكورة ولا عالم نمبر 1. ليست حكرا على النساء يعني، هي مش حكرا النساء، نساء ورجال، اكيد نساء ورجال، تجميل نساء ورجال، ماشي شرط لازم حتى الراجل يقدر يهتم في بنفسه. ولما لا؟ اي اكيد. إيه هذه هي. شنو تحب تقول اخر؟ وش نقول انا؟ ننصح يعني النساء التونسيات او النساء الجزائريات لازم تهتم المرأة بنفسها، يعني المرأة او الرجل اكيد. لا يعني ماشي لازم عمر معين، ولكن تبدا من 30 سنه، يعني لازم هنا نقول المراه الجزائريه او التونسيه لازم الاهتمام بنفسها، تلجا لعمليات يعني التجميل بدون جراحه، التجميل الكلاسيكي يعني اجمل، يعني احسن من التجميل يعني بالجراحه. اكيد يعني ما فيش اخطار، ما فيش مضاعفات، ما ياثرش من بعد على البو معناها على المساج. لا ابدا ما ياثرش على يعني حتى اي منطقه، ما ياثرش، ما فيش حتى مضاعفات جانبيه، بالعكس ما فيش تخدير، ما في اي حاجه. ننصح الشعب التونسي كل النساء والرجال كل المستويات الاعمار انهم يلجؤوا الى التجميل اللاجراحي لتفادي علامات تقدم الكبر، تقدم يعني في السن، عشا من شان يعني يبداوا ببشره جيده، يعني بصحه جيده. و الحاجه الموضه رانا في 2024، جينا لنا لتونس باش كنبين لكم باللي الحجام التجميل اللاجراحي دخل من بابه الواسع، وعلى الناس اكل تلجا ليه لتفادي مضاعفات في المستقبل. انتم تدرسوا فقط معناها والا ديجا عندكم سونتر تخدموا فيه؟ اكيد عندنا سونتر، عندنا يعني عندنا مراكز معتمده في دوله الجزائر. اكيد احنا ماذا بينا الجاليه الجزائريه تجي هنا لتونس انها تعمل فورماسيون وسياحه ودراسه وكل شيء. بالنسبه للعبيد اللي تحب تعمل معناها فورماسيون في ليكول اللي انتم باش تقريوا فيها، ديجا باش تقعد معناها مش فتره مؤقته، معناها باش تجيو تعملوا دورات تكوينيه وتمشيوا معناها باش يقعد؟ لا باش يقعد، احنا عندنا كي نعملوا دورات يعني برامج مكثفه، اكيد كاين متابعه في التليجرام او في الواتساب. بالنسبه اللي يحب يلتحق بكم معناها كيفاش ينجم يتحصل عليكم؟ كما انا عندي بوجلال شافيه، عندي المعهد ريمستان للعنايه الجسديه والتجميل اللاجراحي بالجزائر العاصمه بالكاليتوس. اهلا وسهلا باي واحد يحب ينضم يعني لاخذ فورماسيون في التجميل اللاجراحي او اي طب تكميلي في اي ميدان من ميادين الطب التكميلي. مده الفورماسيون قديش؟ والله كل فورماسيون والمده تاعها، احنا نديروا اعلانات والناس نستقطبوها وكي تجي لعندنا كاين الاقامه، كاين المعهد بشهاداته معتمده من البورد الامريكي المصري ومن الفيدراليه الجزائريه لمؤسسات ومدربي التنميه الذاتيه بالجزائر العاصمه. اهلا وسهلا بهم. رقم الهاتف لو كان تخليه معناها للي يحب او صفحتكم الرسميه معناها؟ عندي انا صفحه رسميه هي ريمستان للعنايه الجسديه،
معها دليل مثالي للعناية الجسدية. أي واحد يحب ينضم ولا ينخرط ولا يأخذ فورماسيون يتواصل معايا في الرقم الهاتف 066-90-48-10. أهلا وسهلا في بلدكم الثاني الجزائر. وقتاش يتم فتح معناها المركز هذا متاع التكوين في سوسة؟ أكيد ما بقاش بزاف يعني وراح قلت لك راه قيد الانجاز يعني الاخر. احنا لاباج تاعي المدربه بقرة منى اخصائيه طب سيني واستشاريه نفسيه مدربه في التجميل بدون جراحه. يعطيكم الصحه. الله يسلمك حبيبي.